السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن day and night، اذا النهار والليل. تعلم في هذا الفيديو بعض الكلمات والجمل والملاحظات القواعديه باللغه الانجليزيه. نتكلم فيه عن اربع فقرات في هذا الفيديو. اذا نحاول في هذا الفيديو نجيب على هذه الأسئلة. Can we see the sun in the day or at night؟ هل بإمكاننا أن نرى الشمس في النهار أو في الليل؟ لاحظ قبل night نستخدم حرف الجر at، نقول at night، لا نقول in night. in night بهذا الشكل، إذن at night. or بمعنى أو. the day النهار. إذن can we see the sun؟ يعني هل دائما الفعل المساعد do, does, have, was, were ترجمها هل. اذا هل بامكاننا نحن ان نرى الشمس، لاحظ ذا بمعنى الشمس في النهار or at night في الليل. What are clouds made of؟ مما مصنوعة الغيوم. أيضا ممكن أضع of في بداية الجملة، يعني تصبح of what are clouds made. إذن حرف الجر دائما إذا كان عندنا اسم استفهام ممكن يأتي في بداية الجملة أو في نهاية الجملة. Can we see stars in the day؟ هل بإمكاننا نرى نجوم في النهار؟ The sun and clouds، إذن الشمس والغيوم. In the day we can see the sun. The sun is a star. It's the nearest star to our planet Earth. It is the only star we can see in the day. Clouds are made of lots of tiny drops of water. Water comes down from the clouds as rain or snow. In the day, يعني في النهار، لا نقول في اليوم، في النهار. We can see، يمكن أن نرى أو نشاهد. The sun، الشمس. The sun is، يعني الشمس تكون. A star، نجم. It the nearest star to our planet. إنها النجم الأقرب لكوكبنا. Earth. إذن الأرض. It is the only star we can see in the day. إنه النجم الوحيد، لا نقول النجم فقط، النجم الوحيد الذي يمكن أن نراه في النهار. Clouds are made of lots of tiny drops of water. مصنوعة الغيوم أو تتكون الغيوم من الكثير من قطرات الماء الصغيرة جدا. Water comes down from the clouds as rain or snow. إذا يأتي أو ينزل الماء من الغيوم كمطر أو ثلج. نلاحظ the day نترجمها النهار، star نجم، نعرف احنا near قريب، nearest الأقرب. اللي يحب يرجع درس صفات المقارنة تكلمنا فيه عن صفات المقارنة. planet كوكب، earth إذا الأرض، only هنا الوحيد، clouds الغيوم، made of مصنوع من، lots of كثير من، tiny بمعنى very small إذن صغير جدا، tiny. drops إذن قطرات، قطرات ماء، drops of water إذن هذا مضاف إليه مثل باللغة العربية. comes down ينزل، rain
مطر سنو ثلج. لدينا it هي اختصار لي it is the moon and stars إذا القمر والنجوم. Nobody can count all the stars in our sky. There are too many. When it is very dark, you can see more stars. We can see the moon because the sun shines light on it. We sometimes see a whole moon and sometimes we see only part of the moon. إذن لا أحد يمكن أن يعد جميع النجوم in our sky في سمائنا. There are يوجد أو هناك too many العديد منها. When it is very dark عندما تكون مظلمة جدا you can يمكنك see أن ترى more stars إذن نجوم أكثر. We can see ممكن أن نرى the moon القمر because the sun shines light on it لأن الشمس تسطع ضوء عليه. We sometimes see أحيانا نرى a whole moon قمر كامل أو مكتمل. And sometimes وأحيانا we see نرى only part فقط جزء of the moon من القمر. إذا لاحظ count يعد sky سماء نحفظ there are يوجد إذا كان بعدها جمع إذا كان مفرد نستخدم there is أيضا معنى يوجد. لاحظ more stars نجوم أكثر the sun shines تسطع. لاحظ ضفنا اسم المفرد الغائب لماذا لأن الشمس واحدة إذا كان بالمضارع البسيط حقيقة علمية بالمضارع البسيط نضيف الفعل s أو es نسميه اسم المفرد الغائب. light ضوء لاحظ جيت مع الفضها أنا أقول لك جهت light. whole بمعنى كامل أو كل. part of جزء من only بهذا المكان بمعنى فقط. why do we have day and night لماذا لدينا نهار وليل يتعاقب الليل والنهار. the sun shines on our planet earth. earth turns round slowly so half of our planet is light and half of our planet is dark. when it is light we had day. when it is dark we have night. يعني تسطع الشمس على كوكبنا الأرض turns round لاحظ بمعنى تدور الأرض slowly ببطء so لذلك half of our planet أو لذا نصف كوكبنا is light مضيء. إذا لاحظ light مضيء وضوء and half of ونصف our planet ونصف كوكبنا is dark مظلم. إذا light opposite of dark light مضيء dark مظلم. when it's light عندما يكون مضيء we have day يكون لدينا نهار. when it is dark عندما يكون مظلم we have night يكون لدينا ليل. the sun shines on our planet earth turns round slowly so half of our planet is light and half of our planet is dark. when it's light we have day when it's dark we have night. لدينا compound words كلمات مركبة مرت معنا بالنص. كلمات مركبة عبارة عن كلمة كبيرة مؤلفة من كلمتين هاي نسميها compound words. sunshine إذا ضوء الشمس sunshine إذا الشمس وضوء إذا مع بعض sunshine. sunlight sun ولايت يعني ضوء الشمس. daytime
وقت النهار نايت كلوز اللي بس اللي نرتدي فيه او عند النوم في السرير مون لايت ضوء القمر نايت تايم وقت الليل دي لايت ضوء النهار اذا هذا نسميها كلمات مركبه لماذا لانها مؤلفه من كلمتين اذا لدينا sunshine sunlight day time night close moonlight night time day light بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن الليل والنهار والشمس والقمر وتعرفنا بعض الكلمات والملاحظات في اللغه الانجليزيه تساعدنا على الحديث والكتابة بشكل أفضل وأزيد من رصيدي اللغوي من المفردات في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء لفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.